وبلاده ان شاء الله يا رب. يا شد عمرو العظيم لشي المسدس وهوسك وهوس ظنك لك يا ظالم. تربي الام في سوريا ولدها لتراه شابا يعينها في شيخوختها، وتقتل امالها رصاصه شبيح من شبيحه الاسد. محمد علي من ذو 17 ربيعا، واحد من آلاف مثله، قتل لأنه أحد ناشطي الثورة الطلابية في مدينة إدلب. يزف اليوم شهيد الحرية التي طالما قرأ عنها في كتبه ومناهجه، فلم يكن يعلم أن تلك المناهج كانت تدرسه حرية الرضوخ والقبول بالعبودية، وليس الحرية بمفهومها الإنساني الحقيقي. بعد اعترافات أحد الشبيحة في إدلب وفتحه قصة حزب البعث وتجنيد الشبيحة ومدهم بالسلاح والمال، بث ناشطو الثورة أيضا وثائق جديدة ضبطت مع نفس الشخص تثبت تورط فرع الحزب في إدلب بتجنيد الشبيحة لقتل المتظاهرين وتمثيل مسلسل العصابات المسلحة. يقول مراقبون إن ثورة الكرامة تسقط أقنعة الأسد واحدا تلو الآخر. كما وصل الاستلام هذا اسمه حمود معري حمودين، ايضا هو كاتب لسان يحسون، ايوه كمان مسدس. ما زالت اغلب مناطق ادلب تعاني من قطاع وسائل الاتصالات عنها، والحمله الامنيه والعسكريه عليها تتصاعد. الاخبار الوارده من جبل الزاويه تفيد بتغيير لوحات الدلالات المكانيه للقرى ووضع يافطات تقول منطقه عسكريه ممنوع الاقتراب والتصوير، في محاوله منها لخداع لجنه المراقبين. والتدمير في ابلين شاهد كما يقول النشطاء على اليات النظام ووحشيته. وبين ركام البيوت المدمرة ودماء الشهداء في إدلب تنمو أزهار الثورة بقاشوشيات تؤكد أن إدلب ماضية مع الثورة رغم الحصار والجراح. إذن إدلب تستعد لاستقبال لجنة المراقبين، والنشطاء يؤكدون أن أسماء المعتقلين وثقت، ورغم برودة فصل الشتاء هنا تشع حرارة الثورة دفء الحرية في نفوس الثوار رغم الحصار وعمق الجراح.